لم يكن قد مضى على هبوط آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض سوى 1056 عاما عندما ولد نوح، والأرض خيرات تفيض بالنعم من أشجار ذات ثمار ومن زروع ودروع وغابات وكل أنواع الطيور والحيوان. الأرض خيرة وأعداد البشر فيها قليلة. ما زال نوح يدعوكم لتنضموا إليه. أيها الناس اعبدوا الله واتقوه. ما زال نوح يدعوكم لتنضموا إليه. ما بال نوح لا يكف عن دعوات الناس لعبادة ربه؟ ألا يكفي أنه يصرفهم عن عبادة آلهتنا؟ ليس هذا فقط، بل ويرسل لهم من أتباعه من يأتيه بهم ليلقنهم التعاليم. هيا أيها الناس تعالوا وصلوا أمام أقدام آلهتكم. هذه آلهتكم تدعوكم إليها، الإله ود والإله سواع ويغوث ويعوق ونسر. إنهم ينتظرون عبادتكم وقرابينكم. هكذا إذن تصدقون نوحا وتنصرفون عن آلهتنا؟ أجل، فنحن الرابحون عند الله وأنتم الخاسرون. نوح يقول لنا إننا نحن الأقوياء بالله وأنتم الضعفاء من دون الله. ستدفعون الثمن غاليا. يا نبي الله، إلى متى نصبر؟ إنهم يؤذوننا ويهزؤون بنا. نوح يقول اصبروا اصبروا أيها المؤمنون على ما أنتم فيه، إن الفرج قريب. هيا اركعوا وابتهلوا للآلهة علها تسامحكم. ألا يكفي أنكم لا تقدمون لها القرابين؟ ما بال هؤلاء الناس يعبدون أصناما منحوتة من خشب وحجر وينسون خالقهم العظيم؟ ما بالهم يستكبرون في الأرض وينصرفون عن تعاليم السماء؟ ها هي الآلهة غاضبة منكم. يا قوم نوح يناديكم ويقول قد أتت العلامة من عند الله. لقد أوحى ربكم إلى نوح بصنع سفينة يعاونه فيها من آمن معه. ولماذا يصنع سفينة ونحن لن نغادر اليابسة؟ لننجو بها. من ماذا؟ يقول نوح من غضب الله. Thank you.
انظروا إليهم ماذا يفعلون. لما تصنع يا نوح هذه السفينة؟ تراك ستسكن فيها مع جماعتك. يقول إن ربه أمره بصنعها. ومن الهلاك ستنجيهم. وأي هلاك هذا؟ ما بال هذا الرجل نوح يبني مع جماعته سفينة ضخمة عملاقة يعملون فيها ليل نهار ولا يكلون أو يملون؟ ماذا نفعل بهم؟ دعوهم ينتهون من البناء وسنرى فيما بعد ماذا سيكون من أمرهم. أيها المؤمنون، أحسنتم عملا، ها هي سفينتكم قد أنجزت. الحمد لله الذي أعاننا على صنعها. يقول نوح إنه بقي أمران اثنان. أخبرنا يا كبيرنا. يقول نوح أولهما ألا تتوقفوا عن دعوة الناس للإيمان برب نوح. وثانيهما يقول نوح أن تحملوا إلى السفينة من كل زوجين اثنين من الطيور والحيوانات. ولكن هذا أمر صعب وشاق. هكذا أوحى ربكم إلى نوح. نوح يدعوكم للإيمان. كيف نؤمن به وآل بيته امرأته وابنه لا يؤمنان؟ مرت مئات السنين ونوح يدعو لعبادة ربه. آمنوا بالله حتى تنجوا وإلا نزل بكم العقاب. بل نحن الذين سننزل بك العقاب. انظر يا أخي، كم ظننا أن مهمتنا هذه شاقة وعسيرة. أجل، إن الحيوانات تأتي طائعة إلينا ونحن لم نفعل أكثر من سوقها إلى متن السفينة. إنهم يجلبون الطيور والحيوانات إلى سفيناتهم. لعلهم سيعيشون فوقها دون أن يهبطوا منها. حسنا أن يفعلون، عند ذلك يبقون في سفينتهم فنرتاح منهم. قل لنا يا نوح متى تأتي وعد ربك؟ إننا منتظرون.